جزائري عربي ايه بس اللهجه يعني ما هياش سهله. انس انت عراب فرق الروك في سوريا. نعم. يعني الموضوع ده قلبت مصري. ليه مش عارف ده الانفلونس بتاعك. كلمك تونسي تكلمني تونسي، كلمك مصري فرنساوي تكلم فرنساوي وبعدين بالسوري. أيوه. بدي وجه تحيه لفادي. شكرا. فادي عن جد زقفوله لفادي. فادي أول مغني عربي، أول مغني عربي عمل تجربة حقيقية روك والمغنى عربي 100%. هي هيدا مش أنا. صح بعدين طلعي مني. صح طلعي مني بس هيدا مش أنا بتجسد. يعني أنا ضايقت لما سمعتها، زعجت إنه مين هذا اللي سبقني وعمل هاي الفكرة. عاد فتش مين يطلع فادي أندراوس. يعني انت حبيتها قوي دي. حقدت عليه، الغنيه كثير حلوه. حقدت عليك عن جد لانه يعني انه سبقتني. خيرك كيف؟ طب بتقول ايه الاغنيه؟ ما صوتي راح لانه بقسى انا ببكيكي مرتاحه ما بخليكي كل لحظه بجرح فيكي وما بتعب انا كذاب وبعرف حالي كل لحظه عايش حالي بعرف ما عندي غالي وبحبك انا تعباني بعرف صرتي لكن ما يوم بعدتي هيدا لانه فهمتي غرامي انا انت الوحيد قدرتي اللي ما شافوا غيرك شفتي بحبك لانه عرفتي هيدا مش انا. عملها برودكشن فالروك. انا بسوريا يعني صار لي اكثر من 15 سنه. شو بدك فرق روك اشتغلت بسوريا كان لي ايد فيها يعني ولي دور ونظمت كثير مهرجانات ونظمت كثير حفلات وساعدت فرق لانه الظرف ما كان سهل يعني بهداك الوقت انه
البلد ما فيها كتير موارد لهالشي يعني، وما كان في انترنت، وحتى مثلا بدنا نشتري جيتار نقعد نوصي، مثلا نشتري درامز نقعد نوصي، بدك الليركس تبع غنيه نقعد نطلعهم من الكاسات يعني. تعذبنا كرمال الروك يعني. هلا في جيل عنده كل شيء جاهز، عم بحكي مثل جدي بس هيدي الحقيقه. انه الروك نمط، هو نمط حياه مش بس سمع. في كتير عالم عندهم شيء ضبابي عن هالنمط، انه بيلبسوا اسود ومدري شو كذا وميتال، هو لا مو بالضروره يكون هيك، لانه فيه رساله، فيه فكر، فيه فلسفه. لهالسبب انا تبنيت هالنمط. في فتره من الفترات كان في حاله انه لا هذا استعمار ثقافي عولمي ما بعرف شو، لا هو مو هيك، الموضوع تواصل، وبالعكس هذا بيقوي العلاقات الثانيه. موضوع تواصل، وكريستال انت التواصل عندك مفتوح ما بين كل حتى انواع الفن. انا اكتشفت وعرفت انك حتى مش بتغني بس وعندك كاريزما ووجود يعني حلو قوي على المسرح، ادم زويك، انت كمان بتلحني. بتلحني ولحنتي كمان اغنيه لفنان انا بحبه قوي راغب علامه، بوجه له تحية، مش كده؟ أيه. تحية كبيرة طبعا للفنان اللبناني راغب علامة. أنا بشكره لأنه هو أول فنان آمن فيه، ولما سمع قال لي أنت لازم تشتغلي على حالك ولازم تكفي. أنا لحنت كذا غنية كل مرة بدي أنزلها. أيوة. عايزة أسمع بقى من الأغاني دي بقى، مش هتقدري تقولي ممنوع ما أقدرش، هيزعل هتزعل. ما تعلمتي عليها، شو ما قلتي لها بتقول لك غني لي. أصله كريستال هتزعل منك لو غنيتي، مش هتزعل، هتنبسط منك. وقعتي حالك. بس بنقول شيء لبناني. إذا بشتاق لك وبتشتاقلي بنقضيها فراق، شو بدك أكتر تشرح لي؟ مش هيك العشاق، العشاق بيبقوا يتلاقوا مهما إشياء صعب يلاقوا ويضلوا عشاق. مقطع صغير.